اكيد. والاهم في كل ده ان احنا جبنا ناس بتاعت كوره، ناس عارفه يعني ايه كوره، ناس بتشوف الكوره من اجل الكوره، مش بتشوف من اجل اغراض اخرى ربما تكون شخصيه. بالتاكيد كل التوفيق للكابتن محمد الشناوي، ما زلنا بننتظر منك المزيد. جماهير النادي الاهلي كعادتك دايما، واكيد كابتن نادي الاهلي عارف ده كويس، انها ما بتتوقفش عند انجاز او عند طموح، منتظرين منك المزيد والمزيد. ولكن بما اننا بنتكلم عن جماهير النادي الاهلي اللي لا تتوقف عند انجاز او طموح، انت كمان كنت حاسس بشكل كبير جدا بجماهير النادي الاهلي الموجوده في المدرج، لدرجه ان انت عملت حاجه انا بالنسبه لي كانت مفاجاه كبيره جدا، ميداليه السوبر بيتم منحها لاحد جماهير النادي الاهلي. طبعا سعيد الحظ. خلونا نعرض الصور، والكابتن محمد الشناوي بيلقي بميداليته طبعا لمدرج النادي الاهلي، تقدير منه للجماهير. وطبعا دي فرحه المهندس محمد المهدي اللي قدر يحصل على ميداليه الكابتن محمد الشناوي. وده طبعا قفاز لدرجه ده حد تاني اللي خد القفاز. كابتن الشناوي بيقول لهم خلاص يا جماعه ما عادش عندي غير دي، فالامر كان صعب جدا. ولكن زي ما جبنا عمر وجبنا جمال، معانا حاليا بقى صاحب الحظ السعيد بالتاكيد المهندس محمد المهدي. واحكي لنا بقى واقعه استلامك او مش استلامك بقى، ان انت تلقيت الميداليه وسط كل جماهير النادي الاهلي من الكابتن محمد الشناوي. الو، السلام عليكم استاذ احمد، في احمد اسامه ومحمد فارس طبعا. ازيك يا باشمهندس؟ الله يخليك حضرتك، انا سعيد جدا بتواجدي في قناه نادينا الكبير النادي الاهلي. والله اللي حصل ان احنا انت عارف من الدقيقه الاولى لحد الدقيقه 90 الحماس ما وقفش دقيقه، الجماهير ما يئستش، ان هي عارفه نادينا الاهلي بيلعب لاخر دقيقه والدقيقه 90 يعني الحمد لله. فربنا وفقنا وكلم مجهودنا ومجهود اللعيبه عملت مجهود والحمد لله ربنا وفقنا وفي النهايه وفزنا. يعني انا عايز اسالك، اتفضل كمل. بخصوص الميداليه، هو ما حدش كان متوقعها بصراحه، بس مش ناوي نقدر ان احنا نتوقعها لانه هو قائد كبير وما شاء الله عليه، يعني ربنا يحرسه. فهو بعد ما خلص بعد في الاحتفالات جم احتفلوا معانا وكده، فبعد ما لقينا ان هو بيشاور على الميداليه بيقول لنا دي بتاعتكم، ان انتوا تعبتوا، لان اللعيبه شايفانا مديها واحد لحد الدقيقه 90 لحد نهايه لحد هدف التعادل بالظبط، واحنا تشجيع مستمر بدون توقف الحمد لله يعني. بس فرماها، فانا كنت سعيد الحظ يعني الحمد لله ان انا اللي اخذتها. انت عندك موهبه الشناوي، لان انت من وسط كل دول اللي تقدر تاخد الميداليه، فدي حاجه كبيره. انا بس عايز اقول لك حاجه لله. وعايز اسالك سؤال، ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، الميداليات الميداليه اللي على صدرك دي، هو حاطط الميداليات اللي خدها كلها مع النادي الاهلي وراه كده على حيطه في البيت، قال ان هو بيصحى كل يوم الصبح بيبص للميداليات دي عشان يعرف هو قد ايه في نادي بيفخر بيه. فانت معاك حاجه كبيره جدا، عشان كده من الحاجه دي اخدك واسالك شعورك ايه بعد ما الميداليه بقت معاك، واول حد كلمته قلت له انك انت خدت ميداليه محمد الشناوي مين، ولو انت عايز تقول حاجه لمحمد الشناوي تحديدا تقول له ايه؟ لا، وبالتأكيد محمد الشناوي طبعا حارس عظيم، يعني قائد بمعنى الكلمة. يمكن شفنا اللقطة اللي هي تبع وليد سليمان دي، كانت قدامنا بالظبط في الثالثة شمال يعني. فبصراحة قائد بمعنى الكلمة، مش محتاج حد ان هو يتكلم عنه يعني. وبعد ما اخذت الميدالية انا كلمت والدتي، لان قلت لها ده بفضل دعائك يعني الحمد لله، ان انا من وسط 30,000 متفرج انا اللي خدت الميداليه. فالحمد لله يعني، حتى بالصدفه يعني ابني اياد عنده 4 سنين ونص، هو من عشاق الشناوي يعني. قبل الماتش بيومين المفروض هم كانوا هيجوا قطر يعني الجماعه عندي واياد، فبيقول لي يا بابا قبل الماتش والله بيومين، يا بابا مش المفروض كنت اخدتنا كنت هحضر ماتش الشناوي كده. فقلت له اديني جبت لك، بعد المباراه بقى كلمته، يا سلام، قلت له اديني جبت لك ميداليه الشناوي بنفسها. قال لي طب انزل بقى عشان اتصور بيها واخدها واشوف وكده يعني. فصراحه كانت حاجه مش متوقعه، والحمد لله ان احنا كسبنا وتوجنا بالكاس السوبر، وحاجه كانت عظيمه. واديك شفتوا الجماهير يعني، حاجه مشرفه والحمد لله يعني. ربنا كلل مجهود اللعيبه ومجهود الجماهير
لفضلت 90 دقيقة الحمد لله تشجيع بدون إيقاف يعني الحمد لله. الحمد لله يا باشمهندس، أنت يعني ناخد منك وعد على الهوا كده، بما ان والدتك دعت لك بشيء فجبت من وسط 30 ألف متفرج ميداليه، تدعي لنا كده عشان شكل دعواتها الحمد لله مستجابه. ربنا يبارك فيك. وارفع لنا الميداليه كده يا باشمهندس، ما يكونش بس انت اوعى تكون فرطت في الميداليه. لا لا طبعا مستحيل، دي هتتبروس ان شاء الله. انا ان شاء الله يعني بفكر ان انا اعمل متحف في البيت عندي، يعني مخصص غرفه كده خاصه في البيت عندي. وتاكد بفلوس، وتاكد بفلوس. اعمل متحف للاهلي بس، يعني تيشيرتاتهم من مثلا من اول بدايه النادي لحد 2021، ويعني هيكون متحف ان شاء الله، متحف ان شاء الله كويس يعني، وان شاء الله يعني. مع دعوات الوالده ربنا يبارك لك فيها، ممكن المره الجايه تاخد تيشيرت وليد سليمان يعني، هتيجي واحده بواحده هتلاقي المتحف ان شاء الله. لكن انا عايز اسالك سؤال يعني، وده بقى من المدرج بجد يعني، هل انتوا والدقيقه خلاص بتقترب من 89 او 86، وهل انتوا لاحظتوا يعني لقطه بن حليب في الملعب ولا ما خدتوش بالكم منها؟ اخذنا بالنا. مشاعركم بقى وقتها كان ايه بعد اللقطه دي، وهل كان عندكم ثقه ان النادي الاهلي ممكن يسجل بجد، ولا حسيتوا ان الامور صعبه والامر توقف بس عن فكره استفزاز بن حليب؟ انا والله العظيم واحد اخويا كان قاعد جنبي في المدرجات بقول له، بيقول لي الدقيقه 88 وخلاص وما فيش امل وبتاع، قلت له والله ان شاء الله الهدف جاي دلوقتي، والله بالظبط قبل الهدف بدقيقه بالظبط يعني. وشفنا طبعا اللقطه بتاع اللي هو بن حليب ده بيبص للاستفزاز يعني، بيبص مش عايزين نفهمها بشكل خاطئ، هو كان ممكن يكون بيبص للساعه عشان عايز الحكم يصفر. بالظبط لكن هي إن كانت في الدقيقه 88 بالظبط يعني، فالحمد لله ربنا وفقنا يعني ان اللعيبه تستاهل، واديك شفت مجريات المباراه يعني كانت ماشيه كلها في اتجاه واحد، اتجاه الاهلي يعني. والله يا باشمهندس يعني اللعيبه تستاهل، وكمان جماهير النادي الاهلي بتستاهل. نشكركم جدا على دعمكم للفريق في اي مناسبه بيروح فيها الدوحه، وبتكونوا داعمين ليه بشكل كبير جدا، وتحديدا جماهير الدرجه الثالثه خلف المدرج اللي الحماس دايما بيكون موجود. بنشكرك يا باشمهندس ان انت كنت معانا، وما تنساش والدتك تدعي لنا. انا حاسس طول المشهد الميداليه باينه عندك يا حسن.